قال اتبعي رواه وقال احسنتم بارك الله فيكم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. من يحفظ وقضى ربك؟ وقضى ربك تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو كلاهما أف قولا كريمة واخفضي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل كما ربياني أحسنتم بارك الله